سيبقى تاريخنا وهويتنا وموروثنا الثقافي جزءا اساسيا من خططنا لاجل المستقبل. شعب دولة الامارات وتمكين كان وما يزال محور اهتمام دولتنا المباركة على قمة اولوياتنا منذ نشأتها، وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل بإذن الله. وأولوياتنا تشمل كذلك بنية قدراتنا في مجال العلوم والتكنولوجيا وتطويرها لتحقيق فوائد لجميع قطاعات الاقتصاد.